لسه مكملين مع حضراتكم في استعراض اهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح. ايضا امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه شهد اصطفاف تفتيش حرب الفرقه السادسه المدرعه بقياده الجيش الثاني الميداني، وتفقد عناصر تفتيش حرب الفرقه السادسه المدرعه بالجيش الثاني الميداني بالاسماعيليه. امبارح ايضا تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس القبرصي، تناول هذا الاتصال العلاقات الثنائيه والأوضاع الإقليمية. أخبار كتير حصلت امبارح، من بينها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة شهد اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بقيادة الجيش الثاني الميداني، وتفقد عناصر تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية. كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلم تسجيلي بعنوان جيش النصر، استعرض تاريخ نشأة الجيش الثاني الميداني وأهم المعارك والمحطات اللي شارك فيها على مر التاريخ. امبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، تناول العلاقات الثنائيه والاوضاع الاقليميه. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه السفير الدكتور احمد فهمي ان الاتصال شهد تاكيد التزام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائيه ودفع سبل التعاون في مختلف المجالات بما يتفق مع مصالح الشعبين الصديقين، خاصه في المجالات الاقتصاديه وملفات الطاقه والربط الكهربائي. كما أكد الرئيسان التزامهم بآلية التعاون الثلاثي مع اليونان وباجتماعاتها الدورية باعتبارها أحد الأدوات المهمة لتفعيل التعاون الإقليمي. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال ناقش التطورات الإقليمية وسبل تهدئة الأوضاع بالمنطقة، وأعاد الرئيس تأكيد ضرورة تحلي كافة الأطراف بالحكمة والمسؤولية ووقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة ولبنان، محذراً من خطورة استمرار التصعيد لما له من تبعات جسيمة على شعوب المنطقة كافة وتطلعاتها نحو الاستقرار والتنمية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة اللمسات النهائية لمشروع المتحف المصري الكبير وموقف تطوير المنطقة المحيطة استعداداً لافتتاحه خلال الفترة القريبة المقبلة. وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد تقديم عرض مصور حول الموقف الراهن للمتحف المصري الكبير بيشير لانتهاء جميع الأعمال بالمتحف وبقاعات العرض الرئيسية به وجاهزية المتحف لاستقبال الزائرين والسائحين المصريين والأجانب. امبارح ايضا عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومه بالعاصمه الاداريه الجديده اجتماع مع احمد كاجوك وزير الماليه والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجاره الخارجيه. وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسه مجلس الوزراء ان الاجتماع ناقش المخرجات النهائيه لحزم التسهيلات الضريبيه ومحفزات جذب الاستثمارات بعد الانتهاء منها تمهيدا للاعلان عنها.